في زاويته نبض الوطن. ننتقل إلى زاوية أخرى، زاوية كل الحقيقة مع الكاتب والصحفي في كل الحقيقة في آخر لحظة عابد السيد أحمد، والتي جاءت بعنوان وقائع واستفهامات. يبدأ عابد زاويته بالقول: تقول المعطيات والمستجدات أن هذا العام سيكون العام الأصعب على الحكومة في تحدياته ومطلوباته، فهل ستواجه ذلك بذات الحكومة الحالية بمكوناتها وبالوجوه والعقول التي كل ما فعلته منذ تعيينها أن أغلب وزرائها ظلوا يتفرجون على الأزمات وهي تتجدد وتستفحل دون أن يفعلوا شيئا، أم يتدخل الأخ الرئيس من باب لا بد مما ليس منه بد، وأن العام الجديد بحاجة إلى قيادات وسياسات بحجم تحدياته وبقناعة أنه إن لم يفعل ذلك لن يتمكن من تنفيذ وعوده بالإصلاح الاقتصادي الذي لن يقوم به من كانوا سببا في التدهور أو من كانوا يتفرجون عليه بسبب ضعف قدراتهم؟ يضيف عابد في هذه الزاوية فيقول: أكثر المتضررين من استمرار التظاهرات هم الطلاب الممتحنون للشهادتين الثانوية والأساس هذا العام، فلماذا لا تقرر وزارة التربية والتعليم استثناء عودة المدارس سريعا بفصول الممتحنين حتى يتمكنوا من إكمال المقررات قبل وقت من الامتحانات التي ستكون في مارس المقبل؟ يختتم سيد أحمد زاويته فيقول: طبيعة الشعب السوداني أنه في المواعيد الكبيرة يتناسى خلافاته وجراحاته من أجل الوطن، فهل توحدنا الضغوط الاقتصادية الحالية وتداعياتها فنلتقي جميعا من أجل الوطن ثم نتفق على أن تكون السلطة عبر صناديق الاقتراع؟ نأمل ذلك.